الصلاة والسلام على رسوله وحبيبه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه. أما بعد، فيقول رب العزة جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم، وأسروا النجوى الذين ظلموا، هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. سورة الأنبياء مكية. سورة داس وسورة الأنبياء لغو مغعابي وحي كمتها سورة ذي كسو الدغي مكة كسو الدغي قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. سديتا كبضن بالغو تلماما سورة دان ترسي إيه ترتيب قرآن كوكو يلباتا سورة دي أحيب آيات كيدو بقول يلبي إيه طبان عدود بيكا كوبينيهين هدي مغعيدة أنبياء لغو مغعابي وحد كرد دمين إيسا مكدر إيسا إيني كور رمي دونتو أنبياء دي إلهي صادر سدى إن بضن أو كميدة كور رمي دونتا آد بضن بي كور رمي دونتا وين حديدين دونتا مركا عشر كي نعاويه وحاو ككوبين يهي سداد يلباتنا يدو تقريبا. قال تعالى: بسم الله مغعيبان أبدأك بالله الله الرحمن نحريس كود أهانيد نحريسنا يي عاسق يا عابد كبا انت بكو عميما يا نحريستي سواسعة الرحيم نحريسنا يي مدقار أهانيد مؤمنين تكلية تأيس كليهين الله اسمك عيسى بركيسي يا عسكشو تاسا كوب اللابية اقترب وحا ودوادي للناس دتك وحا اسو دوادي حسابهم حساب تيبا سور دواتي وهم ضدكينا في غفلة هلمان دحدي بي كسوغيهين هلمان كا قده سينا معرضونا ولي بي كسي جيدانو أي كم مشقول سيهين. ما يأتيهم ومي ما ضدكي ناسكي من ذكر قرآن ومي ما دو ذكر قاسو من ربهم ربي قود حقي سكا هذي وقرآن كاسو محدث عصب أو لسود جيه حد إلا استمعوه ويدغي سنيان هو قرآن كي يذكره وهم إيغانا يلعبون أيغو إسكعيارا يه لاهية وربا أي هل من سنتهي قلوبهم قلبيا لهذا أي هل من سنتهي تاسي دغي سنيا بولي الله سبحانه وتعالى وحوليه الله وحدتك ودواتي حسابتي بس ودواتي شيء هدوية هي محقق الوقوع هدوية الله بإنه شيء دعايه وعده بل مده صدرت بقرانك مرر كبرك وحد دعايه بقيامة كعبرة أتى أمر الله فلا تستعجلوه أمرك إلهي وابد دعايه أبو واحد تقيبه مرنا وحل لغوليه ودوية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد بالربا مرنا لغو مقعابية سيك استبهاها تقيامة وهبالين إيمان إيسو سادرته وحي مضانته مرو البابا كتلقل إيا ديار قرو ضدكي وحا أسور دواتي حساب توديبا أسور دواتي ونمو البوالة لحساب تميدونا أحد كستواكيل لحساب تمو نك إلهي حسابته فضيينا وفائس نك سوى الليباني نك إلهي قوات كينا هلك إسنوى هلك سمية وهلك سمية سيدا درتت بوحا هد يتشير بأي مضنطهي ما لنتاس إيا مضشاسي إلا قد ديار قروبه صحيح الله أتكيسته وك إلهي لي سبحانه وتعالى وتزودوا فإن خير زاد التقوى صفر باتهين واتكس عتين الدنيا ذن إيه صحيح قاتا صحيح ذات
waxa ugu fiican wax sahay loo qaato taqwada ilaahay iyo alla kacabs wa camal saalixa iyo iimaan saxiixa labadaas qofku hadduu isla helo wuu liibaano waa guulaystay waa guulaystay qofkaas isaga waayo haddaadan maanta xisaabta ku tala gelin adiga maanta isxisaabinin adiga maanta naftaada ka warqabin berri markaad alla hor tagtid haddee maaragtay muxuu ahaaye unbaad ka shallaayi doontaa maalintaas unbaad ka shallayni saa darteed buu alla leeyahay subxaana wa tacaala dadkii maanta waa la halmaansan yahay xisaabtiibaa la moogan yahay aakharaa la moogan yahay ilaahay in la hortagayaa la moogan yahay nin walbaba adduun unbaa qafaashay adduunyaa lagu mashquulsan yahay dunyo unbaa dadkii mashquulisay adduunyadii unbaa lagu sii jeedaa oo lagu mashquulsan yahay wuxuu yidhi alla ma yimaado waana ma timaado qur-aan ma soo dego oo xagga ilaahay ka ahaaday asagoo cusub oo soo degiddiisu ay cusub tahay ilaa kuwa mashquulsani adduunyada ku mashquulsani way dhegaysanayaan qur-aanka iyagoo iska ciyaare ama dadkaan dhabu rumaysnayn iyagoo iska ciyaar tumanaya unbuu dhegta kaga soo dhacaya dhegta kaga soo dhacaya waxaana la rabay in maaragtay muxuu ahaayey dhegta laga dhegaysto afkana laga aamuso qalbigana loo tebiyo saasaa la doonay waidaa quriya alqur'aanu fastamicuu lah wa ansituu lacallakum turxamuun qur-aanka haddii la akhrinaayo wuxuu yidhi ilaah subxaana wa tacaala ha la dhegaysto fastamicuu istimaacu waxa waaye waa inaad maaragtay dhegta muxuu si fiican ugu dhigtid wa ansituu ha la aamuso shib ha la yidhaahdo marka haddii intaa la isku daro markaa waxaa imanaysa udunun waaciya dhegtii wax weelaynaysay baa imaanaysa qalbigay u tebinaysaa markaasaa maaragtay muxuu ahaaye qalbiga uu ku dhibcayaa qur-aanku ila istamacuhu iska dhegaysanay iyagoo iska ciyaaraya qalbigooduna weliba uu halmaansan yahay lahiyatan quluubahum sidii maaragtay muxuu ahaaye qofka wax uusan u jeedin inuu dhegaysto oo dhegta kaga soo dhacayo oo kale saasay ku noqonaysaa iqtaraba waxaa dhowaaday linnaasi dadka waxa u dhowaaday xisaabuhum xisaabtoodii baa u soo dhowaatay wadad oo dhan wahum iyagana fii qaflatin halmaan gudihibay mucriduuna yay ku sii jeedaanoo ay ku mashquulsan yihiin maa ya'tiihim uma yimaado min dikrin dikri uma yimaado dadkii dikrigaasoo min rabbihim rabbigooda xaggiisa ka haday waa qur-aanka dikriga la sheegayo kaasoo muxdathin soo degiddiisu cusub tahay ila istamacuuhu way dhegaysanayaan wahum iyagana yalcabuuna iyagoo iska ciyaar nin ciyaaraya muxuu dhegaysanaya waaba ciyaarayaa laahiyatan quluubuhum quluubtoodiina weliba ay halmaansan tahay buu yidhi alla subxaana wa tacaala ila ilaahayba maaragtay muxuuha quluubta ogsoon in allaha laa yanduru ilaa suwarikum walaa ilaa ajsaamikum walaakin yanduru ilaa quluubikum wacmalikum buu nebigu calayhi salaatu wasalaam fi saxiixi muslim marka ilaahay baa quluubtoog ina quluuba banii aadama bayna isbicayni min asaabici araxmaan yuqallibuhaa kayfa yashaa saa darteed baa rasuulka calayhi salaatu wasalaam min akhari ducaai waxaa ka mid ahayd inuu dhihi jiray yaa muqallib alquluub thabit qalbi calaa diinik allaha quluubta rogrogow quluubta gedgediyow ilaahayow qalbigayga diinta ku sug buu nebigu dhihi jiray calayhi salaatu wasalaam lahiyatan quluubuhum iyadoo qalbigoodii ay maaratay muxuu ahay ay halmaanba ku jiraan saasuu yidhaahle wa asaruu way siraysteen annajwa faqii bay siraysteen alladiina wixii dalamuu gardarsaday oo gaaloobay qaa'iliina xaalay leeyihiin hal haada kani ma yahay ilaa basharun rasuulkay ku wadaan bini aadan maahane mithlukum idinka oo kala afata'tuuna ma waxaad u tegaysaan asixra falfal maad u tegaysaan wa antum idinkana tubsiruuna aad arkaysiin inuu waxani sixir iyo falfal inuu yahay makaasaa u tegaysaan wuxuu yidhi alla subxaana wa tacaala ardaashii nimankii gaalada ah macangegiintii iyo mujrimiintiiba xagga intii la tegay oo afka la ysku dhuftay markaasaa maaragtay muxuu ahaa waxaa la yidhi waxaan ninkan horta waa bashar bini aadan aho inagoo kala maa lihaada arasuul yaakulu acaam wayamshi fi laswaaq muxuu ahaa kan suuqa ordaaye ee sidaa nolol u raadinayna u raadinaya isla markaa haddana yacnii cuntada cunaya muxuu ahaa bay dheh
محو يهي نكاني مركز إله سبحانه وتعالى جوابك وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين يري له ما نكدين جد يجبل أن وحبعوني كمان نكدين الدنيا ذا كم واري كم واري مركز قفك هذو بشري بني آدم يهي أنت الله أنت بشري بني آدم يبهين بوبهين هذا عن تطهي عبتان هذا تهي قري هوي هذا تهي هذا تهي مارت عافمات هذا تهي عرور هذا تهي حاس هذا تهي وارو مجر يبهين تحسين عيب ما بشرية يبني آدم نمذا بكين يسوى عن تاس يا بكين يسح مركب واحد لهم وبشر مركب كوبات أو أنك أو كلا طيب نكان وحن وتواب السحر يفلفل ويان وحكلا بما حبا بضم بالقرآن كقدران سحر بالليري وحليري مارت محمها وشعر وحليري وحواي محمها وريوي الاسكودري وحليري وافترائي هفريو وحبا بضم بالوشة يجي ويقطع عني القرآن ك وحيدهن ما بشر إيه بين هذا نجوا كلا مارت محمها يا راعين islaam markaa wuxuu noogu yeedhay sixir iyo falfal iyo idinkana aad u jeedaan oo arkaysiin wa asarru way sireysteen an najwa faqi bay sireysteen alladina wixii dhalamu kafaru galoobay qaalina iyagoo oole hal hada kanima yahay illa basharun bini aadan maham wax kale u yahay wax kale ma waa bashar oo mithlukum idinkana oo kala fil bashariya laakiin بشر ها هذا وحق بني آدم لماذا ولقى السمية هي لك والرسول موحى إليها وإله وحيوني سبحانه وتعالى تضبط السماء كرك هذا لجلس وهذا ليه وتلفونك كجاء من يه ومعصوم ولا إلى ليه حمان ودم بلقى إلى ليه جف يجابني يدم بي حمان بإلهي كهف سبحانه وتعالى إلهي سقى أمك كدارتي أو ummad dayru badbaadiya ba loo soo direyba marka basharnimadu uu nadigu ha taagnaanine bal waxa kale ee maarta ilaahay siiyay qiimo iyo sharaf ah kaas arag adiga afataatuna sihra waxaad u tageysaan bay dhayn falfalka wa antum idinkana tubsiru la idinku arkaysiin waxaan inuu sihri iyo falfal yahay idinku u jeedaan miyad saga tageysiino ma dhagta u dhigaysiin wa tanfiran linnas dadkii waxay rabaan inay maarta ka eriyaan qala wuxuu rasuulku rabbi rabbigayba يعلم أكسون القول أراهذا إيا أرأيغا في السماء لغيراهذا والأرض دولك لغيرا ألا أك وهو إبن السميع ألا آذم مقال بذن ويان وحوم مغلا جميع ما يقال وحل وحل يراهذا العليم ألا أغال بذن ويا بجميع أحوالهم حال كوضو دنب أكسون يهي سيدا كود بالي النبي عليه الصلاة والسلام إله إستغياء أرأيغي ليراهذا iyo ficilkii la sameeyo iyo wixii la niyoodo wixii oo dhan buu Ilaahay ogsoon yahay cir ha lagu yiraahdo dhul ha lagu yiraahdo hawo ha lagu yiraahdo hoos ha loo yiraahdo kor ha loo yiraahdo wa sirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bi dhati sudur ala ya'lam man khalaqa wa huwa latiful khabir Ilaahay sagaa sawso bal inta waaba Ilaahay waa samii'u wa halla wixii lagu hadlo محو هاي سرا وعلنا بإله مغليا وحكسته اللي يراهده وعضه صبحا عليم ويان له وحكسته أكسوي وحبض كنول أما برق كنول أما بورها كنول أما دول كهستيس كنول أما عر أما هو أما أدون أما آخر وحيرهم بإله أكسوي سبحانه وتعالى قال وحير رسولك ربي أما قل قركله قل واحد ترى هذا ربي ربي غيبا يعلم أكسون القول أرى هذا في السماء السماء اللغويري أريغا والأرض اللغويري وهو السميع علم قلب ذنوي وعلى وحي اللغو هذا الله العليم وقلب ذنوي وحلا وحي حالا يوح الله وحي مارت أمور الدنيا خرب يوقيا هاي بل قالوا وحي رهن لمنك أرداشاها وحي رهن أضغاث أحلام وقروا لا اسكو دراي رؤيوين لا اسكو دراي وا قران كي بي كو ودا اضغاث احلام قروا ويام وعلى شيغيو الا ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث للي هيبه
waxay dhaheen waa qarow la isku daray, bal waxay dhaheen iftaraahu, maxamed baa soo abuurtay calayhi salaatu wasalaam, bal huwa qur-aankii shaa, bal huwa muxamed shaacirun, waa gabayaa bay dhaheen, gabayaa ee falyaatina ha noola yimaado biaayatin mucjizad kawn yahoon arkayno kama sidii ursila loo dirayoo alawaluuna kuwii horreeyey hawla yimaado. Qaala tacaalayba wuxuu yidhi maa aamanad ma ayna rumaynin qablahum iyaga hortooda min ahli maka min qaryatin degme ehelkeed ma rumaynin degmadaasu ahlaknaaha aan halaagnay ma ayna rumaynin afahum iyaga ehlu maka miya yuuminuuna rumayne. Qur-aankii bay u soo dhigteen afataatuuna sixra bay dhaheen markii koowaad, laba waxay dhaheen adqaasu axlaamin waa qarow la isku dardaray, ru'yo la isku dardaray, elelad la isku dardaray, waxay dhaheen maaha iftaraahu waa buu abuurtayba, waa wuxuu isagu soo abuurtay oo meelaha ka soo ururiyey oo uu isku taxay oo sidii tusbixii oo kale u taxtaxay. Nabigay haddana u gudbeen waxay dhahe waaba gabayaaba shaacir wa wamaa callamnaahu shicr wamaa yanbagii lah, wuxuu yidhi alla subxaana wa tacaala gabayaa ma aanaan ka dhigin, gabaygana umama cunnababa, sidaasuu alle ku yidhi subxaana wa tacaala. Waxaad garanaysaa iyagii baa isburinaya oo iska wada hor imaanay, mar waxay dhaheen waa sixr, mar waxay dhaheen waa riyooyin, mar waxay dhaheen uu abuurtay, mar waxay dhaheen nebigu waa gabayaa. iyagii baa maaragtay muxuu aha nadwaagu ka maqan yahay gebigoodaba, sidii bani israa'iilkii tiiha ku jiray oo kale, iyagii baa tiihi ku jiraba, iyagii baa tiihi ku jira, bal meelun way ku adkaystaan. Waxay dhaheen hadduu waxani xaq yahay sidii rusushii hore mucjizaadkii lala diray muu noo keeno, waxaa ka mid a nebiyullaahi saalix xashiisii, waxaa ka mid a nebiyullaahi ciise xeedhadiisii iyo xafladdiisii, waxaa ka mid a nebiyullaahi muusa ushiisii iyo gacantiisii, wixii la mid a ma naloo keeno, hadduu waxani xaq yahay. Ilaah baa u jawaabay subxaanahu wa tacaala, wuxuu yidhi alle ma ayna rumaynin kuwan hortooda ummadihii ka horreeyey magaalooyinka degganaa ma ayna rumaynin, qowmu nuux baan rumaynin, qowmu caad baan rumaynin, nebiyullaahi hood, qowmu thamuud baan rumaynin, nebiyullaahi saalixii hasha loo soo diray yaan rumaynin, qowmu luud baan rumaynin, qowmu shucayb ahlu majara ma iyagaa rumayna, ayaga may rumayna, maba la aragba qolo intay ikhtiraac la yimaadiin oo codsi ay keensadaan, codsigooda intii la siiyo haddana rumayn waaya, ilaa waa la halaagaa, ilaa waa la halaagaa. Haddaba ma iyagaa rumaynaya wey, waa maya, ma rumaynayaan. Bal qaaluu waxay dhaheen adqaasu axlaamin, qarow la isku daray weeye, bal iftaraahu, qarow wuxuu yahay iska daay, ilaa bashu maaragtay muxuu ahay waa idraabiya wa taa iska dhaafe, bal iftaraahu wuu abuurtay qur-aanka, nebi muxamed baa abuurtay, bal taa iska daaya huwa shaacir, isagaaba gabayaa, isaga yaa gabayaa, ee falyaatina ha noola yimaado biaayatin mucjizaad kawniya, ha noola yimaado kama sidii ursila loo dirayo alawaluuna, rusushii hore ee mucjizaadka la siiyey kuwaasoo kale ha la yimaado. Haddii maaragtay uu run sheegayo, qaala tacaalayba wuxuu yidhi maa aamanat ma ayna rumaynin qablahum ehlu maka hortooda min qaryatin min ahli qaryatin degme ehelkeeda iyo daabiyad ma rumaynin taasoo ahlaknaaha aanu halaagnay afahum iyaga miya yuuminuuna rumayne wamaa arsalnaa maanaan dirin qablaka adiga hortaada rasuula allow ilaa rijaalan ragun bayaan waxaan diraynay nuuxii waxaana u waxyoonaynay ilayhim iyaga waxaan u waxyoonaynay kitaabadii lagu soo dejiyey fasaluu weydiiya haddaateen ahlu maka ahla dikri dadkii kitaabada lagu dejiyey bal weydiiya aqoontii iyo cilmiga idinku dhaamay in kuntum haddii aad tihiin laa taclamuuna idinka kuwaan waxba ogeyn haddaad tihiin bal waxaa li dadkaa weydiiya wuxuu yidhi alleh rusul ma aanaan dirin rasuulka ka horreysay ilaa isagaaba aakhirul anbiyaa ahaa oo lagu khatimay oo lagu dhammaystiray rasuulka calayhi salaatu wasalaam. Marka
wuxuu yiri ilaa waxaan dirnay horta rag bay ahaan jireen. Xilkaas iyo kursigaas cid aan rag ahayn oo qaban kartaa maba jiraan, dumar maba qaban karaan, dumarku ma qaban karaan xilkaas. Rag baanu diri jirnay buu yidhi Alla subxaana wa tacaala, ilaa rijaalan, rijaashaasina reer baadiye ma ahayna, min ahli alqarya, dadka magaalooyinka degan bay ahaayeen. Magaalooyinka dadka degan kuwaasaa la diri jiray. Marka waa in qofka weliba la dirayaana uu banu aadam yahay. Banu aadam waa markii bani aadam loo dirayo. Wa allahu yastafii min almalaa'ikati rusula wa min annaas, malaa'igtu rusul bay leedahay, laakiin bashar markii wax loo dirayo, bashar markii wax loo dirayo, markii laga reebo, markii risaalada malagu u keenayo, ee bashar bashar maaragtay muxuu unbaa loo dirayaa, cid kale looma diraayo. Marka rag bay ahaayeen buu yidhi Alla subxaanahu wa tacaala. Tayib, haween meesha way ka baxeen, xilkaana ma qaban karaan, xilkaana ma qaban karaan, yacni mana aha tanqiisan lahum, haweenkii oo la xaqirayo ama haweenkii oo maaragtay xuquuqdooda meel loogaga dhacayo ma ahee. Waxa weeye Caaisha waxay tiri anzilu naasa manaazilahum, qof kastaba meesha ku habboon ha la dejiyo. Soomaalida waad maqasheena waxay dhahaan, nimaan talin jirin haddii uu taliyo, nimaan tegi jirin baa taga. Macnaha waxa weeye nimaan talada ku habboonayn mustaxiq aanu ahayn haddii loo dhiibo. Yacni maaragtay muxuu ahaaye, adduunyadan oo dhan ba cayn wareegaysa, waxay adduunyada la cayn wareegaysa ee abaaraha iyo cudurrada iyo colaadda waxaasoo dhan, waxa sababaya waxa waaye taladii baa qofkii ku habboonaa loo dhiibin. Taladii qofkii ku habboonaa yaan loo dhiibin. Marka dulmi iyo isboob iyo isdil baa maaragtay adduunyadii iyo ardaal adduunyadii ka taliyey. Wuxuu yidhi Alla subxaana wa tacaala, waxaanu u waxyoonaynay dadkaas iyaga ah, baanu u waxyoonaynay. Waxaana loo waxyoonayay waa diin iyo kitaabbaa loo waxyoonayay. Waxaa lagu yidhi ahlu maka, haddaydaan idinku waxba oqoonin oo rusushii ilaahay soo dejiyey milladu nuux laga soo bilaabo ilaa nabiyullaahi ciisa, inta haddaydaan garanaynin dadka wax garanaya, balka wax weydiiya, fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun, waxba ma garanaysiin sooma, wax weydiiya. Wax kaloo meeshaa laga fahmay fasaluu ahla dikri in kuntum laa tacla, dadka oqoonta diinta leh ee kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka yaqaana oo u yaqaana maaragtay muxuu ahay fiqhan wa axkaaman wa xuduudan wa amran wa nahya, wax walba u yaqaana, dadka in wax la weydiiyo taasaa maaragtay muhima. Saasuu yidhi Alle, wamaa arsalnaa, maanaan dirin qablaka adiga hortaada ayuha rasuulul kariim ilaa rijaalan, ragun baan diri jirnay, raggaasoo nuuxiya anu waxyoonayni ilayhim iyaga annahu laa ilaaha ilaa ana, maana wax kale inuusan jirin. Marka fasaluu weydiiya ahla dikri, waanada iyo oqoontiiyo cilmiga dadkeeda weydiiya, in kuntum haddaad tihiin ahlu makaay laa taclamuuna, kuwaan wax garanayn dadkii lagu dejiyey tawraad, injiil, zabuur, suxufi ibraahim iyo suxufi muusa, kuwa kac weydiiya. Wamaa jacalnaahum, maanaan yeelin hum iyaga oo ambiyadii iyo rusushiiya jasadan gibil kamaanaan dhigin, laa yaakuluuna acaama, cuntada aan cunaynin kamaanaan dhigin, wamaa kaanuu, mana ayna ahaanino khaalidiina, kuwa adduunyada ku waaraya ma aysan ahaanin. Thumma sadaqna, waanu rumaynay, sadaqnaahum iyagii baanu rumaynay ambiyada ahaa, alwacda yaboohii, fa anjaynaa waan korinay hum iyaga iyo waman dadkii nashaawo aanu doonno, min atbaacihima, wa ahlaknaa waan halaagnay, almusrifiina kuwii xadda ka gudbay baanu halaagnay, gaalada ahaa israafka ku sameeyey, fi lkufri waalmacaasi, laqad waxaa dhaba anzalnaa inaan dejinay ilaykum idinka ahlu makaa kitaaban baan idinku dejinay, kitaabkaasoo fiihi kitaabka dhexdiisa uu yahay, dikrukum idinka sharaftiinna iyo horumarkiinna iyo falaaxiinna uu yahay, afalaa tacqiluuna, dad wax garanaya sooma tihidin. Wuxuu yidhi Alla subxaana wa tacaala, ma anaan ka dhigin ambiyada iyo rususha la dirayo
جت بني آدمه أن وحب عنين كمان عندي قفكو هدوب بني آدم بيه لابد من الأكل والشرب والنوم وإنو هلا عنت يا عبد إيه مكان أوسيحدو كهيدو وإنو هلا تسوحي جواب أتهي مركا يدهان هل هذا إلا بشر مثلكم وعيكد ريان إليهن ما رت محمد هاي رسول هدوها الله وحنا معونة وحنا مع بين ملايك با ملايك تان وحعبين أو وحعونين أو سيحنين أو زقورسنين أو وحدالين ساسي وضا سورة ويسو ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق تاسا ما رت محمد جواب كيدي ويان وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام انتان عنين كمان عندي كوا الدنيا كوا رجينا كمان ناندي جنا نم بمالين بجور يا ماذا شيء سمر كيل جارو نبي محمد بوجود النبي عليه الصلاة والسلام وقد انتقل محمد هاي إلى جوار الله سبحانه وتعالى بجوري أصلنا واتجي نقول بنا واتجي دهنا بشر يبني هذا النصاص بل الدنيا نردم يا مار تلا دو دو بدهنا وحير الله وحن أبلن قادني بأن أفلني أنبياء إلهي وآه يجنا إلى بدباد إنه هي أنت الرعدة بعك صهرين ضبك صارن ضبك إنا صارن وكان حقا علينا نصر المؤمنين بيل سبحان وحاكر كنجا حق سجن كوا إن المؤمنين تبدباد إنه إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا معه والبدبادنية إلهي بابدبادنا سبحانه وتعالى أما مجرمين تا والهلاك وأهلكنا المسرفين ويقول الله سبحانه وتعالى وحلو يقول لك أهل مكاها واللقوم النايستي كتاب كان مركي لقوسه ودجية رسول كان لقب بحيه لقوم النايستي قارحانا ويو رسول كي وإيه وعربة لقب بحيه كتاب كي لقضوا دوكسه ودجي لقضوا يوكسه ودجي في أرضهم بوكسه ودجي ماشي يقدر دول كذا حضن توا هيد بقصه ده كتاب كانوا قبل الله وضي وحي عمر تمحوها وقبل الله وضي صدرت سجارة هانيد بمرك يجا يي وقتها أول شيء وعير الله سبحانه وتعالى وحن سود جن كتاب كانوا شرفتي إنه يكون سكان فيه ذكركم وإنه لذكر لك ولقومك حاسن لكن دبيان وسوف تسألون وسوف تسألون وليس ودين دونا انت الا اخريو ودبنده لغا دونكدو ان ميشاس لا ديغو مساسا ما وليس ودين دونا ما حد كغا عمل فشي ماذا عملت به وليس ودين يا فلا تعقلون الى سبحانه وتعالى وما جعلنا ما نيلين هم او رسوشيا جسدا جدمانا كدغن لا ياكلون الطعام عنت أن عنين وما كانوا منعنا هانين خالدين كوا واريو أدوية يفك كوا واريو ما إسان هانين ثم صدقناهم وحن أرميني أنبياء إله الوعد بلنقاتك فانجينا وانكريني هم إيغان كريني أعدادي هقر سني سيباك كريني ومن وانكرين نشاء وندونو من أتباعهما وأهلكنا المصرفين أردالنا وأنه هلاقني مجرمين لقد وحربا أنزلنا إنا دجنا إليكم إذن كعربتا كتابا باندي سو دجنا كتاب كسو فيه كتاب كده دي سو يذكركم إذن كشرفتينا وكسو جنيهاي والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا وحيا هاير انتا كهر باديك وكسوغان ذكركم فلا تعقلون ميدان هيك وحقرنا اياه وكم ان فربضان بان قسمنا ججبيني من قرية من اهل قرية دقموين ايا كامم ايا مقالوين وحلا كان ذهاتيو اهل قريها سيدظاليماتان مدقر درستي وانشأنا وان دليني بعدها قداش اذن قوما داد اخرين او كلان دليني ولما قلت يا حسوا أي دريمين أي كسين بأسنا عذابك النقي عقابك النقي إذا هم وابئيقيو منها
من القرية يركضون كبر رجينيا أو كبر قناية أو بركعي ملائكتي وحي يجدهن لا تركضوا هبقنينا هبر رجينينا هبركعينا وارجعوا النغضاء إلى ما شيء يكون غضاء اترفتم ليدين كبر واقية فيه ما قد حديث ليدين كبر واقية يوم ساكنكم قريهن كل أبتا لعلكم واحد مذنتهن تسألون إلا إذن سؤالك لي بعد مذنتهن النعموين كما كشكر ذين بس النعموين كما كفر ذين قالوا واحدهن يا ويلنا هو قنقه بأنقه باب بأنك إن أنك كنا وحن وحين ظالمين كو أردالة وقالوا بيبان وحين فما زالت قال تعالى بوحير فما زالت كمزول تلك تاسي دعواهم على الكوذي عن تربقش كوذي كمزول حتى جعلناهم إلى أن كاهي سنوي لألا حسيدا بير لمن جاي أو لجفاي خامدين أو مارت أي كالضمين سأسير الله سبحانه وتعالى وحي يرى الله لما كان أهل مكة هذا قوقي كبير كيس كدين وايا أو شرفت الله سميي رسول إياك ما ارتكرد شيء بالله بحيي كتاب وح الله وحي كتاب لسود الجي كي وقيم بدنا بالجسو يا لسود الجي لقد ودي بالجسو الجي للقادي بالجسو الجي هدي أي جوجي وايا كلي قدما ummada fara badan magaalooyin badan oo loo barwaaqeeyay ba maaratay maxaa ayaa la halaagay marka iyagana waan burburinayaa saan kuwa u burburinay qasmiga waxa la yiraahdo jabinta dhash wax laga siiyo wa kam qasamna min qarya min ahli qarya ya nujajabinay qaryooyinka ahlkooda oo daalimiinaha bil kufri wal maasi bay maaratay maxaa ay ku dulmiyeen naftooday dulmiyeen الله هذي بيد دلميان، أون كيد دلميان، مركا أنبياء الله يوسف دري بيد دلميان، صدر تيد بال بربريه ولا بابيه، وحير الله، مركا نيجي بابيني، وإن شاء الله بعدها قوم آخرين، وحنا لين ضد خلاه، أو مارت يجي كدم بيجي بال أبو ري ولا دليجي، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. هذا جوجي ويدان جيت سجن حقات كجيت تنيسان إياه قرب وقليل كان حقات كو ودان إياه حقل دا أنت هذا كجوجي ويدان أنت إذن كل إذن هلاقو يا كوي إذن كفي عن لكيني كوي إذن كفي عن وكتابك إلهي برتا وضدك سيبرا وكو عمل فلا وديديا ودقالة أهرا ومرق أهرا ومسكح أهرا ومال أهرا كواس أيها لكينية كواسيغا وان شأن بعدها قوما آخرين طيب إلهنا كما عسلا إنو داد انتو رغو باب إيو داد عصبينو أبورا إلهي كما عسلا بل وحي كحيدان تهي وكليا إنو إلهي لا كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون انتا كليو وابا انتا كليتا كاف كيا نونتا انتا اللي اسكيقر ريبيو يكون انتا سواح البقوهاني سأسير الله سبحانه وتعالى لمن كي مركي أركان أجادين عذاب كي إنه صوص عند مركي أجادين يدنا مارت محمها يا الله بركة عي والله بقضي سوري بها بياقة أفول حمبا الله بقضي ملاك تبى الله هذا الشيء واحد ترى مرحبا بقني سين محاد عي حد بقني سين قريه نماس كذا نقطان يوحي ليدين كل نعميين تات كل نقطان إسكر راح يستا وحصور تقل سؤال ولي الذي ويديه نعم ذا محاتك السميسين نعم ذا محاتك السميسين نعم ذا إن الذي ويديه تسأل قيابة لعلكم تسألون واني عيش نولو الذي نسيي عيش كي محاد مارتك شكر ذا محاتك ديدين نبت قليا الذي نسيي نبت قليا ذي محاتك شكر ذا محاتك مارت محاتك شكر ويدين ما معصيه إيا فسق إيا فجور إيا الظلم إيا حد قذب مئات مارت كبد الشيء نبت قليا ذي الذي نسيي نبت قليا ذي نسيي متاسا كبد الشيء حوله الذي نسيي محاد كبد الشيء ما إلهي ما كعابدين إله ما وقود دواتين ميسا إله بات كقفقاتين إلهي بات كقفقاتين سيدي قارون يارداشي سيوكالا يادو قفقاتين
waxa laga yaabaa si tartiib ah in wax laydiin weydiiye bal maad iska joogtaan oo gurihiina iskaga laabtay iyo wixii nicmeed haysateen iskaga laabtay. Tayib, ay waxay faleen bay og yihiin markaasaa af labadii la dhawaaqayo yaa weylanaa innaa kunnaa daalimiin, iyagii baa qirtay. Waxay dhaheen waxaanu ahayn daalimiin ardaala, waan gafnayo, waan gaalownay, waan gardaroonay. Markaasaan allana dulminay, allihii muncimka ahaa muxsinka ahaa waxaasoo nicmaa noo galay baanu ku caasinayo, aan ku amardiidnayo, aan gaalownay, addoommadiina waanu ku tumannay, naftanadiina wixii danteeda ahayd baanu kala dagaalannay. Wuxuu yidhi eebbe, kelimada yaa weylanaa innaa kunnaa daalimiin, taas ilaa laga halaago oo laga rogo, kelimadaasay ku dhawaaqeen. Waa calaacal, aan waxba qabanayni, calaacal waxba tarayn, yaa calaacal calaacalaya. Wuxuu yidhi ilaah, waxaan ka dhignay beer muxuu ahaaye intay baxday, deedna intii lagu sii daayay 20 wiil oo nin walba manjo xiiraysa uu wato, deedna maaragtay muxuu salka laga wada gooyey oo dhulka la wada dhigay, sidaasoo kale laga dhigay khaamidiina way dameen mayitiin, waa wada dhinteen, waa wada baktiyeen. Wa kam in fara badan baan qasamna yaanu jabinay oo min qaryatin, qarye ehelkeeda, qaryadaasoo kaanad ay ahaatay ehelkeedu daalimatan, mid gardarsatay bilkufri walmacaasi waddunuub bay ku gardarsatay, iyo qooq iyo kibir. Wa anshaanaa waan dhalinayo bacdahaa, qaryada dadkeedii kadib waxaanu dhalinay qowman dad aakhariin oo kale, qolo kalaanu dhalin. Falamaa goortii axasu ay dareemeen ba'sanaa cadaabkannaga, idaa hum waaba iyagiyo minhaa min alqarya, qaryadii xaggeeda yar ku duuna ka baqanaya oo ka barakacaya. Laa tarkuduu ha barakicina, war ha baqanina, warjicuu ku nooday dhaheen malaa'igtii ilaa maa shaygii kuntumad ahaydeen, fiihi maaga shaygaa dhexdiisa maarata aad ku sugnaydeenoo, min annicamiya iyo wamasaakiinikum, guryihiinnii ku noqda. In la barakacay wax fudud ma aha. Carabtu waxay yidhaheen mufaaraqatu lma'luufi mashaqa, meeshii aad baratay ee hawo ahaan iyo dal ahaan iyo nolol ahaan, meesha aad u baratay haddaad ka baxdo yacni waa dhib badan baad la kulmaysaa. Marka ha barakicina iska jooga. Lacallakum tusaluuna, waxaa laga yaabaa in laydin weydiiyo keliya. Qaaluu waxay dhaheen yaa weylana, halaaganagee, innaa annaga kunnaa waxaanu ahayn daalimiina, kuwa gardarsada iyagaa isku qiro isku shaabadeeyeyba. Famaa zaalat, kama zuulin buu yidhi alla tilka, taasi dacwaahum ayaga yacni calaacalkooda. Dacwada hadda waa calaacal, calaacal ceeb kaama furtay dhehe soomaali war, calaacal ceeb kaama furto. Haddaad ceeb dalaq tiraahdo calaalada meesha aad dhigato oo aad tiraahdo iska calaacasho oo tiraahdo maaragtay muxuu aha ceeb baan sameeyey, ceeb baa dhacday, haddaad tiraahdo ceeb kaama furana. Marka calaacal sidiisaba ceeb kaama furto. Famaa zaalat, kama zuulin tilka, taas yaa weylanaa innaa kunnaa daalimiinadaasi, dacwaahum calaacalkooda inay tahay, xataa jacalnaahum ilaa annu ka haysiino xasiidan kuwa la guray, khaamidiina oo damay, sida dabku markii uu damo qoryihii iyo dambaskii kulli dhushuq baa la isku dhahaya, saasoo kale ay u damaan oo ay u bakbaktiyaan. Wa wamaa khalaqnaa maanaan abuurin assamaa cirarka iyo walarda dhulalka iyo wamaa baynahuma inta u dhaxaysa laacibiina, annako iska ciyaareen, bal khalaqnaahumaa lilcibrati walcida, yaanu u abuurnay bini aadamku inay ku cibro qaataan baanu u abuurnay, in bini aadamku ay ka faa'iidaystaan baa loo abuuray. Law aradnaa, haddaan dooni lahayn, an nattakhida, inaanu yeelanno lahwan baashaal, wax lagu baashaalo, lattakhadnaa, waxaanu ka yeelan lahayn hu oo lahwigaasa, min ladunna, agtanadaan ka yeelan lahayn, in kunna, maa kunnaa, mana annaan ahayno faaciliina, kuwa sameeyuu yidhi alla subxaanahu watacaala. Wuxuu yidhi ilaah cirka abuurkiisa, dhulalka abuurkooda, inta u dhaxaysa jinni iyo insi abuurkooda, ciyaar ma aha. Afaxasibtum annamaa khalaqnaakum cabatha, wa annakum ilayna laa turjacuun.
وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا وضدك قال هذا عمله هذا إن عيار له أبو رعيك هذا ركتي مشهد ركتي إلهي جي سبحانه وتعالى إدد مداس أن سورد عينين إدد الله عينين ضلال اللهين دول كذا ركتي صدر ركتي لو جوجلي لو سعني لو سحني لو دسني طيب وحما إن عيار له أبو رعي يددك أم ليين عيار ما عيار إلهي وما أمورين إلا وعبر قاتا الله أبو ري وحن أركي نوع مخلوقاته إلهي أبو ري عرئي للبا أوي انتي نوع نوار نوح قوين ميادة ركتي مجرى نوح قوين مجرى سادرتي وحو يئنا نكو عبر قاتا نوح الله عظم داس له قدر داس له مارت محمو هاي أود داس له هدينو عاسنا بالكور هدينو عاسنا صاري قطر ما سومالي دبريه اللي زدلدل جري oo dumar ka waxa la cadaadin jiray baa nimba waxa la yiri gabar ba loo aroosay gabadhii markii loo aroosay waa la garaacay gabadhii markii guriga la soo galay waa la tumay gabadhii oo dhaqan jiray ahay dhaqan jiray yaa dhaqamada Soomaalida aad bay u kala duwan ani dhaqan waxaan aqaan habeenka gabadha markii guriga la geeynaayo ninkii arooska ahaa gabadhii aroosada ahaa waan weyn intii la soo xiro bay isla qabanayaano afarta dinintay qabta gabadho cirka ula kacdo yey maarat maxaa dhulka dhigaysa markaas isagoo birta marinay waa dhaqan jiray dhaqan jiray guriga hortiisa lagu gooraca dadka qaar kamidaba maarat maxuu hayaa gabadha markii la keenay reerka waxa la leeyahay maarat maxuu hayaa lada xiradeedo dhiiqadii iyo xaarkii iyo roobkii iyo kaadidii oo isdhex yaala ya lagu dhex kaxeyna marka dhaqamadu way kala duwan yihiin nimba gabadhii uu garaacay waa dhaqan jira yey ahayd markaas habeenkii markii labadoodii isku soo hareed dadkii deeni walba uu gurigiisii u hoyday bay gabadhii su'aal weydiisay waxay tahay warniyo weligeen bishii wata iyo ma aha ma inaan ku murmine maxaad igu dishay waxaad la maartay runtii ay xaq u leedahay inay tiraa sooma niyo maxaad igu dishay qof aan waxba weligaa kuu geysan waxaad iskaga hor imaateen weligaa jirin ya xariye fandaal aan ka jabinin ceel aan ka oominin unilaad garuun la fuusho aqliga saliimka ma keenaya warniyo waxaad ugu dishaytay markaasaa wuxuu yiri adiga waxba iga hadlaynin baasaa kuu dilay haddaad wax iga hadlaysaa maxaad u malaysaa yiri baa leeyahay ana aqliga ma bakeelin ma hortaani ana aqligaas ninka ragu baa waa yiri haddaad wax iga hadlayso bal ka warran adoo wax iga hadlay macnaheedu waa ka wada Allaha cadamadaas le hadaan ka xisho weyno iska ilaalin weyno wixii dhawaan anaga iyo eebaan ku eedoobayno khatar waa xikmadaas ay Ilaahay u abuuray subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri alle hadaan dooni lahayn waxaan ku baashaalo le gaaladiiba wax laga kari waayay Ilaahay arur bulee Uzair ibn Allah Masih ibn Allah الملائكة بنات الله وحبذن بو إلهي سبحانه وتعالى أردها قاشان خلفت لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء ما اتخذ صاحبة ولا ولدا مركا وحجر الله حدي أن عرور سميسان لهين يحاسس كو أكتي نجوغ ماها عزير عيسى ملائك ماها لاتخذناه من لدنا وير له أكثر نظام كسم يسألين عرور إيو حاسس لكن وحي الإله إن كنا فاعلين إنتو وانا فيو مجاهد باوحو ليا هاي قرآن كبا إن هداد كو أركتويل قيد بوا بنا فيو كليه إن كنا ما كنا فاعلين ما بصمين إنو يلي الله سبحانه وتعالى ما بيالي نبا طيب ساسو يلي الله سبحانه وتعالى وما خلقنا ما نانابورين السماء عرر كيو والأرض دلالك إيه وما بينهما إنت أدحيس لعيبين كو إسك عياري أنك يوما نان أبور إلهي الشيك استو أبوري يعني وحو أبوري حكمة حكمة يولد جد إلهي أبوري لو أردنا هدان دون لهين أن نتخذ إنا نيالنا لهوا وحن كباشا الله كم شقولنا لاتخذناه وحن كيالا لهين
هو له وجاسة من لدنا أكتنا من عندنا ويرى الله سبحانه وتعالى إن كنا ما كنا ما ناهين وفاعلين وصمية بل نقذف وجنينا بالحق حقي بنجنينا على الباطل باطل كيف الجنيا فيذمقه مركز مسكحد يوريقيا فإذا هو وبيسقي وبادلك زاهق دين إسكهود طولي ولكم واحد لذيهن الويل هلك بديده مما تصفون وح أثمار تسمين إنسان إلهي أثمر مرين إنسان بد هلك كل ذيهن سأسير الله سبحانه وتعالى وله يبوح وسقا من أمد بوسقا في السماوات عرك كجرا والأرض دلالك كسقا إيه ومن الضمد عنده أكتي ساحته وملائكته لا يستكبرون كما سنتاغيا عن عبادته إلى عبادته كما سنتاغيا ولا يستحسرون من كداليا عبادة إله يصبحون ويعبتريا الليل هبينك إيا والنهار مالنتي أردن لا يفترون من الداليا من النوغيا من عجيسيا إله حير حقه بانو بادل كهوغانينا marka hadii xaqii lagu gano baadilkii sidii hoobiyaha ama BM ka lagu gano dii lagu gano xaqii wuxuu madaxa ku dhufanaya oo umu raasi u jabinaya baadilkii madaxa markuu jabiyana ilaan mas madaxa laga dilay baadilka oo in madaxa laga dilay baadil madax in laga dilow qof marka aad maartay rabtidina dishidoon waxba u naxariisanin وإنما حمارة محمها كدش ولذلك نبي عليه الصلاة والسلام وحود ديدي قف مسلمة إن مارك محمها إن مضحة لقى قراعه مضحة اللي وحياوها مارة الدريمة يالكي ونبا مضحة كجرة إن ديهيبا كجرة ودقيهيبا كجرة وعقلقيبا كجرة ومارك محمها وحا كجرة أرتيبا كجرتا وحا كجرة عر وحاصر نبا كجرة ودريمة يالكاس marka in meesha qofka laga dilo ma banaano mamnuuc weeyo ma qof yar ha ahaado ama qof weyn ha ahaado ama dumar ha ahaado ama rag ha ahaade inagu meesha aan ka bilowno markii horeba waa madax qof reemriyo leh duuba xanaaqo meesha ugu horeeya waa uun maarta dharbaaxay iyo labada dhaban waa meeshu ka bilaabay waa meeshaas meeshaas waa tayib marka hadii maarta baadilkii مدح الجبيي او مسكحد الضادتي ما سو هره فاذا هو زاهق صومه يا الهي مركو غالده ما رت مخو كا ورميو نبي لا بري قابكي ولا دغالميان وحلي فضرب فوق الاعناق قورته كركيده كا غراعو يري له قورته ما كا كوريه صومه حما مدح هذا قف غو دفه دبه صومه وضرب منهم كل بنان قعمهره كا غراع qof ka dad madaxa ku dhufato khalaas labada gacmood hadaad goysaa waa u dhamaatay ma isaga soo kacay ma soo kacay ninka sharkiisi meel baad ku ogaatay meel yaad ku ogaatay marka xaq waa sidaas oo kale baadilka markii lagu gano madaxu jabinaya madaxa daadanaya maskaxdii baa dhulka ku daadanaysa oo iska dhaqaajinaya marka faida huwa zaahiq wa qul jaa al haqq wa zahaq al baatil إن الباطل كان زهوقا ما صمر في سورة إسراء وكسومرني سأسولي الله سبحانه وتعالى إلهي وحولي لمك أرداشا ولكم الويل هلاك بائدين سقناضي هلاك إيو تقنارا أو تقق كلاودان أي كعود بالليستان وبلايا عذاب كيس وياكا سايدين سقن وحا أتصمين إيساني إله نوع النمين إلهي أدمر مرين إيساني اتخذ الله ولدا أدليدهين تاساتكم مضتين wuxuu yiri ilaah subhanahu wa ta'ala wuxuu iska leeyahay arur yar baa u sheegteen ciise iyo uzeyr iyo malaa'ik baa u sheegteen walahum man fis samawati wal ard waxa cir ku jira oo dhan waxa dhul ku jira oo dhan jinni iyo insi adduunyo aakhara wax nool iyo wax dhintay wuxuu dhan ba ilaahay baa iska leeyahay subhanahu wa ta'ala walahum man fis samawati wal ard ahad ka waxa soo dhan milkiyay ولد يرو ضلم حكم فلاي حكم فلاي الله سبحانه وتعالى تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا الهي واكسر يا سبحانه وحي يري الله
malaa'igta ilaahay agtiisa ku sugani laa yastakbiruuna can cibaadati, cibaadada ilaahay kama santaagayaan. Lan yastankifa almasiixu an yakuuna cabda lilaah wala almalaa'ikatu almuqarrabuun, malaa'igta ilaahay subxaana laa yastakbiruun can cibaadati illaahi subxaana wa tacaala. Tayib, walaa yastaxsiruuna, xataa ma daalayaan oo cibaadadiisaan innagu uga daalayna amaan uga wahsanayno amay noolo culus tahay ayagoo uma cusla. Walaa yastaxsiruun, habeenkii bay alla xusayaan alla ceebtirayaan, maalintii bay alla ceebtirayaan oo alla ay xusayaan, marnaba inay daalaan looma fadhiyo. Sida annagaanaan uga daalaynin, maarata muxuu ahaa neeftaa naga baxaysa oo marna baxaysa mar soo noqo mar baxaysa, saasoo kale iyo cibaadadu u tahay. Maxay adiga kugu haysaa haddaad hurudo, haddaad soo jeedo, haddaad xiiqsan tahay, haddaad maarata muxuu aad masniino qabto oo daal baxsan tahay, haddaad caraysan tahay, haddaadan caraysnayne aad caadi tahay, xaalo kasta ood ku sugan tahay neefta way iska socotaa, neeftani way socotaa. Marka sidaasoo kale iyaga cibaadadu u tahayba, cibaadadu saasoo kale bay iyaga u tahay. Maxaa yeelay waxa weeye wax kale shaqo kale ay qabtaanba ma jiraba, wax kaleoo loo abuurayna ma jiro. Annaga dhibkana haysta waxaa ka mid ah yacni maaragtay shahawaadkii naf iyo shaydaan baa maaragtay muxuu ahaay yaa mid walbaba garuun kuu haysta, garuun yuu kuu haysta, hawadeedii iyo maaragtay naftii iyo shaydaankii iyo wixii oo dhan baa ku mashquulinay, caruurtii baa ku mashquulinaysa, waxaa ku mashquulina xaasaskii baa ku mashquulina, xaasaskii yaa ku mashquulina, maxaa iyaga mashquulina wax mashquulinaya male, shahwana maba leba iyo gebigooda. Dayib, marka wuxuu yidhi alla subxaanahu wa tacaala, saa darteed baa habeen iyo maalin mar walba ilaahay ay xusayaan, ilaah caabudayaan, ilaah maaragta muxuu ahay ceebtirayaan, mana daalayaan buu yidhi ilaah subxaanahu wa tacaala. Bal naqdifu, waan ganaynaayo, bilxaqi, xaqii baan ku ganaynaa, cala albaatili, baatilka korkiisaan ku ganaynaa, fayadmaquhu, markaasuu madaxa jabinayaa, faidaa huwa, baatilkii waaba isagiyo, zaahiqun, maskaxdiiba hadday daadatay, maxaa nololaho u soo hadhay, waa iska dhaqaajiyo, waa hudutuulay, waa tegay, shadaran madara buu ku dhacay. Walakum waxadeyna alwaylu halaag mimaa tasifuun, walahu eebo waxa u sugan man ummadda fi samaawaati, cirar dhexdood ku sugan, wal ardi ku sugan, khalqan wa milkan wa cabiidan wa tasarufan buu ilaahay u leeyahay. Waman malaa'igtii cindahu, eebba agtiisa ku sugnaydna, laa yastakbiruuna, kama santaagayaan, can cibaadatihi, cibaadada alle kama santaagayaan, walaa yastaxsiruuna, mana ka daalayaan, yusabbixuuna, way ceebtirayaanoo alle, alleyla habeenka iyo wannahaara maalintaba, fii jamiici saacaat, fii jamiici alawqaat, laa yafturuuna, mana daalayaanoo ma noogayaan. Am ittakhaduu, ma waxay yeesheen, aalihatan bay yeesheen, nimankii ahlu maka, min alardi, dhulka may ilaahyaal ka samaysteen, ilaahyaalkaasoo hum iyagu yunshiruuna, soo bixin doona markay bakhbakhtiyaan oy dhintaan. Low kaana, hadduu ahaan lahaa, fiihima, fi samaa'i wal ardi, aalihatun, ilaahyaal hadday ahaan lahaayeen tiro badan, ila allahu, alle oo keliya maahane, la fasadata, wayba fasaadi lahayn gebigoodaba. Fa subxaana allah, alla yaa ceeb la aaday, allihii rabbil carshi, carshiga weyn rabbiga u ahaaye, isagu abuurtay milkiye maamula, camaa yasifuuna, waxay ilaahay ku sifaynayaan, taasuu ilaahay ka ceeb la'yahay, laa yus'alu, la weydiin maayo, camaa yafcalu, wuxuu samaynaya alle, wahum iyagana yus'aluuna, waa la su'aalayaa waxay samaynayaan oo dhanba su'aal baa ka furan. Wuxuu yidhi alle, nimankii ahlu maka ahaa, ma ilaahyaal bay dhulka ka samaysteen, ilaahyaal may dhulka ka samaysteen. Ilaahyaalku waa maaragtay muxuu ahaay xataa korkama ina imaan, waa wax dhulka laga soo sameeyey, waa ulihii iyo dhagixii la qorayey iyo maaragtay muxuu ahaay waxaan weeyaan. Hadday dhulka ilaahyaal ka samaysteen, ilaahyaalkaasi awood ma u leeyihiin markay dhintaan inay soo bixin karaan? Waa maya, mayo. Tusaale caqliyaa lagu siiyey oo ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala, haddii cirka iyo dhulka laba ilaah ka talin lahaayeen, wa huwa alladii fi samaa'i ilaahun wa fil ardi ilaah,
dhul alla ilaah ka ah, cir alla ilaah ka ah, haddii laba ilaah ay ka talin lahaayeen oo kaana fiihimaa aaliha, ama ilaahyaal fara badan ay ka talin lahaayeen, la fasadata fasaad baa imaan lah. Mid baa wuxuu dhihi lahaa bedelka qoraxda meesha ka soo baxaysa xaggan ka soo bixina, ku kala wuxuu dhihi lahaa war maba ka badaayey waqooyi baan ka soo bixinani, ku kala wuxuu dhihi maya xaggan ka soo bixina, xagga yaa ka soo bixinaya. Markii oo shacbiga cuquushooda lagu ciyaarayay Soomaaliya, dadka la dooranayo ee doorashada u taagan, mid wuxuu leeyahay anigu maaragtay muxuuahay waxaan samaynayaa webiganba dollar baan ka dhigay, ku kala soo booda wuxuu leeyahay ma kaas waxba ma hayaba, kaas wuxuu isku hayaba male ya nin walba gurigiisa aan ceel batrool uga samayna, yacnii waa iska tusaale. Marka hadday ilaahyaalku badan lahaayeen, marka dambena madaxa la isku dhufan laha, madax yaa la isku dhufan lahaayo maaragtay muxuuahay. Nin walba wuxuu dhihi lahaa anaa talina, anigaa talina, iyo keligaa ma talinaysay oo wada talinayn. Waxaa ka imaan lahaa marka dagaal sooma, dagaal baa ka imaan lahaa. Tayib, wuxuu yidhi Alla subxaanahu wa tacaala, haddii ilaahyo badani ay muxuu ahaa talin lahaayeen, ay jiri lahaayeen ardada iyo dhul iyo cirka, wala fasadata, in yaroo madaxtinimo la isku qabsaday. Waxaan u malaynayaa cashir yar baa laga akhristay oo muxuu ahaay 2007 markii doorashadii dhacday, bishii 12-aad, maalintii 29-aad wixii dhacay waa xusuusantiina u malaynay. Anaa helay iyo anaa helay wixii ka dhacay, idinku maydaan joogin meelaha dhibku ka jiray. Saddex beri baana guri ka soo bixin, saddex beri oo xiriira masaajid iyo markii la aadayo mar la raaxaysan yahay oo la nicmaysan yahay oo ay jirto wax la yidhaahdo nabadgelyo, safka horaan ku tukan iyo masaajidkan ku ictikaaf iyo qur-aan baan akhrisan iyo waa mar nabadgelyo lahayo. Xamar oo dabada igale hadday noqoto, hawl sahlan maah. Wixii ka dhacay waad ogeydeen, waa laba qof oo bini aadan hooli afrikaan, oni walba awooddiisu ay xadidan tahay, maxaad u malaysay laba ilaah? Wama baaluka biilaahayni yataqaatalaani wayataxaarabaani wayatanaasacaani, maxaad u malaysay? Bal adiga bal qiyaas. Wuxuu yidhi Alla subxaanahu watacaala, ilaahay subxaanahu watacaala, fasubxaana allaahi rabbi alcarshi camaa yasifuun, ilaahay baa ceebla, waxay marmarinayeen buu ka ceebla yahay, allah carshiga weyn iska leh. Waxaan u cunamin oo dhan. Wuxuu yidhi Alla subxaanahu, wuxuu sameeyo lama su'aali kama furna, laa yus'alu camaa yafcal, ilaahu maxaad sidan u yeeshay, kan maxaad ilaahayow u caafiday, kanna maxaad cudur ugu riday, kan maxaad taajir uga dhigtay, kanna maxaad faqiir uga dhigtay, kan maxaad madax uga dhigtay, kanna maxaad minjo uga dhigtay, kan maxaad jaahil uga dhigtay, kanna maxaad caalim uga dhigtay. Yacni maaragtay muxuu aha wax la su'aali kara ilaahay ma jira subxaana wa tacaala. Abuubakar radiyallahu canhu warda, markii uu geeriyoonayo cudurkii uu ku geeriyooday asagiyo maaragtay muxuu ahaay buka oo jiifa, baa Cuhmaan u yidhi, markaasaa wuxuu yidhi dhakhtar ma ku arkay, markaasaa wuxuu yidhi Abuubakar, haa dhakhtar waaya. Markaasaa wuxuu ku yidhi dhakhtarka muxuu kugu yidhi? Wuxuu igu yidhi, wuu yidhi dhakhtarku, innii facaalu limaa uriid, wa alla waxaan ramaan samaynaya, laa yus'alu camaa yafcal wahum yus'aluun, buu yidhi Allah subxaanahu. Marka haddaan ilaahay la weydiinaynin annaga, wahum yus'aluun, wa alla waxaan samaynaba su'aal baa ka furan, su'aal baa ka furan, lima maxaad u samaysay, xaggeed uga shidaal qaadanaysa, cibaado haddaad samaynayso bijamiici anwaaciha, su'aashanaa kuu taala, lima maxaad u cuskatay, xaggeed uga shidaal qaadanaysa. Tayib, marka waxaa loo baahan yahay waxa la samaynayaa inuu yahay wax waafaqsan diinta kitaabka Ilaahay iyo sunnada, inuu waafaqsan yahay la rabaa. Am ittakhaduu ma waxay yeesheen aalihatan bay yeesheen ahlu maka min alardi, dhulka may ka samaysteen ilaahyaalo, ninna geed buu soo qortay, ninna maaragtay muxuu ahaa dhagax buu xardhaday, ninna timir buuba hagaajistoo ka sameeyey. Hum iyagu aalihadaasi, yunshiruuna ay soo bixinayaan markii ay dhintaan, law kaana hadduu ahaan lahaa, buu yidhi Alle, fiihimaa fissamaa'i waalardi aalihatun, ilaahyaal fara badan, ila allahu alla oo keliya maahane, la fasadata, way fasahaadi, ciryar dhul oo dhan baa fasahaadi lahaa,
فسبحان الله الله يا كعب لا آذي الله رب العرش عرش وين ربي جيسا عما يصفونا وحي إلهي كصفين ياني إلهي أتيرين ياني أي مرمرين يان لا يسأل الويدين ما يو عما يفعل إيبا وحصمي لما سؤال أيو وهم مخلوقات كينا يسألون ولا سؤال أيه أم اتخذوا ما وحي ياشان من دونه ألا سكيد سمي آلهة إلهية ياشان قل وحاترا هاتوا لك علي برهانكم حجدي نكان إلهيال كان أتسمي ستين دون الله حجد عدو هاي ستان يا حق عدو هاي ستان إن عبدان بل كان هذا كان القرآن كي ذكر من أمد وحوي كتاب كودي معي أنا قال جركي قا هذا وذكر من كتاب بدن كلا التوراة إنجيل الزبور يا غير كودنا وحوي ذكر من أمد محو هاي كتاب كودي قبل أنا قال يجوه الرجاء بل كان ذيك حجلك عليه قال تعالى بوحي رب الأكثر وأنت ظفرها بدن لا يعلمون الحق حق ما بقرن أيام أو فهم يقوم معرضون حقي بيبكسي جدا حق ما هيام ساسوي الله سبحانه وتعالى أم اتخذوا ما وحي ياشان من دونه بسكيد سآلهة إلهي المي ياشان والوحة رهاتوا لك علي برهانكم هذا خلق الله فما فأروني ماذا خلق الذين من دونه والوحي أبو ريوح لك سهري تسيا عر الله أبو ري وردل الله أبو ري وبض الله أبو ري بور الله أبو ري بل كير إذنك وحي أبو ري تسيا هذا قرآن كني ذكر من أمد وحاوية كتاب كودي معي لجركي قاهاتي وذكر من ويا كتاب بضن التوراة إنجيل يا غير كود من قبل أن يقهرت إذا هذه ذكر من قبل أن يقهرت إذا بل أكثرهم بيرا لإنت وظفرها بضن لا يعلمون الحق حق مبؤقبا وفهم يغا معرضون وبك الجيدان با وما أرسلنا ما ناندر من قبلك نبي محمد وادي قهرت هذا من رسول رسول ما ناندر إلا نوحي ونوحيوني إليه الرسول كاسان أوحيوني أنه إنو يهي حالكو لا إله ألا معبوده ألا عابده حق لغو عابده إنو سنجر إلا أنا أنيق ماهاني فاعبدوني أنيق عابده وقالوا وحيرهن اتخذ الرحمن مع الأسف الله الرحمن هو ولد بويا شيء قال تعالى بوحر سبحانه إله وكعب لا آذي بل ملائكة إليهن وعرورتي بعباد وأضامه ما عروري بما هي عباد أضامه وي مكرمون لكرامي من عند الله إله أكتي سلق كرامي ويان وشرف له لا يسبقونك له رمري مايان هو يبا بالقول أراه ذي أريقا وهم يغن بأمره أمرك إبه يعملون كشقين يان سأسير الله سبحانه وتعالى أمرك إبه كسي كشقين يان وما أرسلنا ما ناندر من قبل كاذي قهرت هذا لير نبي محمد من رسول ما ناندر رسول ما ناندر إلا نوحي ووحيوني إليه رسول كسان وحيوني أنه حالك إنو يهي لا إله إله معبودنا لغو عبد بحق حق لغو عبد إنو سنجر إلا أنا أنيقو كريمها أنا مركة أنا وحيو بنانتها اللغو كريم سبحانه وتعالى أنا إله كلي با إسكالي فاعبدوني أنيقو كلي عبد يا إذن أبور أنيقو كلي يا إذن ملكي أنيقو كلي يا إذن مامولا أنيقو كلي يا دوني إذن سي أنيقا كلي يا إذن سي يا عافمات أنيقا كلي عروري يا كسي أنيقا كلي هاي مالك لم حكا دوني سمرتي عبادي إلهي لهم عادي كالو قصة فيه فاعبدوني وقالوا واحدهن اتخذ الرحمن الله الرحمن وحو يا شيء ولدا بو يا شيء الملائكة بنات الله سسيده سبحانه إلهي باك عيب الله آذي أو وحاسي وح أعنم إله ماهان بل عباد وأضوم يري الله ملائكة إليه وعرورتي وابا أضوم أمر قادنا أو إله كدن بي مكرمون أول الكرامي يقول له أضوم الله كرامي أو شرف له ودوكته جبريل يا ميكائيل يا إسرافيل يا ملائكة مضح ذي ذوات تقانا سإله كرامي سبحانه وتعالى لا يسبقون كلمه هرمران هو يبا بالقول أريق كلمه هرمران وهم يغنى بأمره
ألا أمر كيس يعملون كعمل فلينا كشقينا يعلم ويبو ويجي ما بين أيديهم وحهر توضا هذه ملائكة وما خلفهم وحدب توضا هذه بوجي هاي ولا يشفعون مئرجيان ملائكته إلا لمن قف ما هنا ارتضى وقال رالي كان غضي وهم ملائكتنا من خشيته الله عبسدا أي كعب سنة يدرته يي مشفقون لو الولية إلهي وحوقيها ملائك وحهر توضا وحدب توضا بوجي إذا أرجين كران يتصرف أن إلهي ويدنون ويسمين كراني مجره بل يجو إلهي كعب صناعية بهذا ولول كأي قبان ولول كأي قبان يسيء كرب يسيهم بضيع بيسا إيه ضيع بيسا مركا وحلوية قاندتك وناكسن بسالوية قانا إني وناكنا السمايان هذا أي بقى مجرمين يا منافقين وحلوية قانا والإساءة والأمن بالوية قانا إنه حمان سمايا هذانا مرض إسكه وذا يعلم ويبوا وجهها وما بين أيديهم وحهرت هذا هذه وما خلفهم وحقداش هذا هذه ولا يشفعون إرجين مايا إلا لمن ما هن ارتضى وكره للنقضي قف وكره للنقضي أب وهم إيجانا من خشيته من خشية الله إله عبسديسة بي مشفقون لو الوليان أو أي سلل لذينين إلى المبهردان به والله أعلم سبحانه وتعالى.